السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة محمد آدم. عودنا ولينا لكم من جديد. اللي راه يشوفينا أول مرة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، والمشتركين ضربوا اللايك على الأفونس ويدعموا أخوكم. المهم خوتي، اليوم حبيت نماركي الطوموبيل تاعي، خطا وريت لكم كيفاش نحيتها من إدارة السيارات، اليوم راح نرجعها إن شاء الله. المهم خوتي، هم بعثوا لي الشركة تاعي تاع التأمين، عيطت له وبعث لي هذا الكود هذا اللي راكم تشوفوا فيه. بصح وشنو الكود؟ راني داير فيه التصويرة تاع اللوغو تاعي باش ما تشوفوش، باسكو ممنوع. برك حبيت نوري لكم برك خاوتي اخواتاتي. المهم هذا الكود، نروح لإدارة السيارات ندي معايا كارت دونديتي والكارت والكوار تاع الطوموبيل والباسبور تاعي، وهذا الكود يسجلوني إن شاء الله. المهم شوية هكذا نكمل لكم التصوير. المهم صلوا على رسول الله وضربوا الله، يدعموا أخوكم. أيام بعد الفصل نواصل. سلام. السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناة محمد آدم. عودنا والعود أحمد، رانا في هذه البلاصة اللي تعرفوها نورمالمون اللي تبعني المرة اللي فاتت ناحية الطوموبيل من ثم. المهم اليوم راني جاي نسجلها إن شاء الله. وريت لكم قبيله الكود، هذه اوتو شيلد اذا تشوفوا فيها ما عندها الماتريكول هنايا. قلت لكم هذاك النهار كاين واحد اللي هيك اخواتي، ها وليك ليه. قلت لكم هذاك النهار خاوتي باش ديروا الماتريكول، ما تقدر تروح تساوم عند هذا وعند هذا وعند هذاك باش دير الماتريكول. المهم نسي نصور في الدخله، واذا ما قدرتش سمحوا لي. هيا صح، السلام عليكم، صلوا على رسول الله. خاوتي نحينا الماتريكول، هذيك الماتريكول نحيتو والكوارطة هنا. لو كان ان شاء الله نورمالمون هنا دوك يعاودو يرجعو لي البلاكة، هاكو فاهمين. وهذه كونترول تكنيك، هاكو فاهمين خاوتي. ايام بعد ان شاء الله. السلام عليكم. اضرب اللايك يا جدك، ما تقعدش تشوف. صلى على رسول الله. A few moments later. السلام عليكم خوتي، عودنا ولينا لكم. رانا لصقوا لي هذو، راني فريتها شوية، ماشي كيما ذاك النهار في 2 دقائق، اليوم في عقل 10 دقائق، باسكو كان شوية زوج ثلاثة قبلي ولا زوج، ونسيت الباسبور ما جبتوش معايا. أي المهم صلوا على رسول الله، بعد نكمل لكم. ضرب الله هي جدك. السلام عليكم خاوتي، كملت ماركيت الطوموبيل وتوفا بيان ولا باس وكاع. المهم خاوتي، هذو هما الكوارط اللي يسحقوهم في ألمانيا باش يديروا لكم باش تماركيت سيارتك. خاوتي كي تشري السيارة، دوك نزيد نشرح لكم. كاين هذه الكبيرة، كارت غريز الكبيرة والكارت غريز الصغيرة راك تشوفوا فيها هايلي، وكاينة هذه البيضة. هذه خاوتي وريت لكم دوكا كي مقبلة خلصتو منها، كان يخرج لك هذا التيكي. هذا التيكي تديه لها اللي تخدم في، تعطيك كارتة صغيرة تخلص واش تخلص، ومن بعد يخرج لك هذا التيكي. ومن بعد هذا التيكي تدي لها لهذيك الإدارية هذيك، دير عليه فوتوكوبي وتمد لك الأوريجينال. المهم أنا مكتوب امبور، ومن تحت كاين الماتريكول تاعي طبقته باش ما يشوفوش الناس. المهم خاوتي
باش تشوفوا هنا يا برك عليك كدير الماتريكول تاعك على حساب غوستوك تخلص 10-20، وهذا هو ما واش تماركي ولي زامبو. المهم دوكا نشرح لكم خاوتي، صلوا على رسول الله. خاوتي جينا لكم هاكو تشوفوا في هذه اللي خلصتها دوكا. شوفوا 11 اورو قسمت ماركي مرة اخرى، و 30 سنت 60 سنت هذو يدوهم كي دي زامبو، و 10.20 فونشي كانتسايشن. معناتها انا عندي الماتريكول باسمي، ما حبيتش ندير ماتريكول واحد اخر، درت هذا. كي تعطيهم انتيا الامنية تاعك تاع الماتريكول تاعك، ماتريكول الامنية يقولوا له تخلص 10.20. خوتي هذه كارطة الدوزيام، هذه مش حاب نطول عليكم باسكو كاين لي دوني تاوعي من الجهة اللي منا، الماتريكول تاعي وكاع. هذه هي الكارت غريز الصغيرة في الألمان، هذه هي الكارت غريز اللي نمشو بها. كي يقولك البوليس عطيني كارت غريز عطيلو هذه. هاي من الجهة اللي من هي خوتي، هذه هي الكارت غريز من الجهة اللي منا ومن الجهة اللي من هي. المهم وكاينه هذه الكبيرة خوتي، هذه درتها بالعاني هنا باش ما تشوفوش لي دوني تاعي. هذه الكبيرة خاوتي راك تشوفوا فيها، هذه كي تشري طوموبيل في ألمانيا يعطوك هذه ويعطوك هذه. هذه تمشي بها، هذه تمشي بها تحطها في الطوموبيل، وهذه تخبيها في الدار. هذه خاوتي لو كان واحد يديها لكم يدي لك الطوموبيل بار اكزومبل، لو كان واحد نعرفه ولا يعرفني وناني مخبي هذه في داري ويجي يرفدها لي، يجي يرفدها لي وعنده المفتاح الدوبل ولا تاع الطوموبيل ولا، ويزيد يدي لي هذه، معناتها يقدر يدي طوموبيل. وكانت حاب تديها لي يقول لك بعتها لي، ومن بعدها تولي فيها سينو تجي عند لابوليس. المهم باش تعرفوا مدى أهمية هذه، مدى أهمية هذه الكارت غريز الكبيرة. وكي تحبس كيما المرة اللي فاتت خاوتي، كي حبست الطونوبيل، كي حبست الطونوبيل دوموندو لي غير هذه. بصح كي تعاود تماركي الطونوبيل من دارو جديد يعطوك هذه وهذه وكارت دونديتي تاعك والباسبور. هاكو فاهمين خاوتي. المهم هذيك تشوفوا فيها، هذيك مسحت بهم الماتريكول مقبله، كي نحيتهم الماتريكول كان مغبر شويه مسحته. ولازم دائما تخلي البوبيلة تاعك في عندك، راكو فاهمين خاوتي. ها هاي هاشاكم هذا كاع بوبيلة نخبيها هنا، نحطها هنايا هاولي، نحطها هنايا ومن بعد كي نخرج نرميهم، ما نرميش في التاقة كيما خاوتنا الله يهديهم في الجزائر. المهم ربي يحفظكم خاوتي، نكمل لكم التصوير من بعد ان شاء الله. صلى على رسول الله وضرب الله يا جدك ودعم خوك. سلام. السلام عليكم خوتي، راح نبدل هذه، هاي خسرت لي خسرت، اي راح نبدلها، راح نشتكي على كل حال. بعد نكمل لكم التصوير. السلام عليكم خوتي، عدنا ولينا لكم، ديت لهم كاميرا باش يخدموها. ايا عطوني هذه الورقه باش كي نولي على 3 سمانات لوز سمانات عيطوا لي ريباريوها لي، ويشوفوا اذا تريبارا يريباريوها ويعطوها لي، واذا ما تريباراش يعطوني واحده اخرى جديده. المهم حبيت برك نبارطاجي معكم هذه شويه. المهم صلوا على رسول الله وضربوا لايك خاوتي العزاز، نتلاقاو في ساعه زينه ناس زينين. السلام عليكم. 2 hours later. بيتهايا. ها هو الرمان. ورا 29. شوفوا شحال من نوع تاع تفاح. كل واحد وسمته. المهم عجبتني البيتهايا حبيت نصورها لكم. صلى الله على رسول الله. كاينه هذه خاوتي. اسمه بابايا. زوج 29.
هذه كليمو الاخر قال يا ميلون، هذه بوشبيكه. طماطيف 63 ألف، هذي شبشب. هيا بكي هيا، صلوا على رسول الله.